بعث صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان الخليفه رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية تهنئه الى فخامه الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحده الامريكيه وذلك بمناسبه ذكرى استقلال بلاده عبر سموه فيها عن صادق تهانيه واطيب تمنياته لفخامته بوافر الصحه والسعاده ولشعب الولايات المتحده الامريكيه الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر ببرقيه تهنئه مماثله الى سعاده السيد مايك بنس نائب الرئيس الامريكي ضمنها سموه خالص تهانيه بهذه المناسبه الوطنيه